ندرة الفارينة، عارفين باللي الدولة راهي تمول أصحاب المطاحن وزاد حتى ضعفت لهم الكوطة باش يخدموا الفارينة باش ما يكونش تذبذب في التسويق وفي التوزيع تاع الفارينة. ولكن المشكل اللي راه كاين الآن أننا المادة الفارينة تاع 50 كيلو راهي قليلة في الأسواق، كاين تذبذب في التسويق تاعها وفي التوزيع تاعها. الحمد لله على ولايه مستوى لتوهران قدرنا نحيو المشكله تاع ندره الفارينه، وراك تشوف بلي الخبز كاين. علاش؟ باسكو مع نسقنا مع مديريه التجاره، اي مطحنه عندها ديريكتيف انها الخباز هو البريوريتير في ماده الفارينه، وبالنسبه للخباز انه يتهرب من لافاكسير فاتوراسيون ولا الخباز من مصلحته انه يفاكتوري. المستحيل ان الخباز يتهرب من الفوتاره ولا واللي خصه الفارينه راهي موفره، يتصل باللجنه الوطنيه نوفروا له في 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 ديك الدقيقه نقدروا نوفروا له الفارينه. حنا كممثلين الخبازين رانا نمشيو، كان عندنا اتصال مع مدير التجاره مع اصحاب المطاحن اللي يعني وقفنا على واحد الاربع الى خمس مطاحن واحد الفارينه متوفره نورمال. قال لك اي خباز ولا يحتاج فارينه يجي يجيب الملف تاعه ومرحبا به رانا هنا نمدوا له. ولكن احنا كان نظره في بعض المخابز لانه نقص توزيع او في مضاربه. طبعا نوجه نداء لاصحاب المخابز يتعاونوا مع المطاحن مباشره باش ما تكونش في مضاربه وما يكونش فيها في الاسعار وما يكونش فيه يخلص فارينه شي فارينه كيما عطاتها لها الدوله يشريها. ما يروحش شي دوزيام، معليش شي دوزيام، شي دوزيام ما تخرجكش تاعها. حنا كممثلين اللجنه الوطنيه الخبازين اي واحد ولا رانا هنا مرحبا به اتصل ونوجهوه سواء المطاحن.